احنا النهاردة في مدينة القناطر الخيرية. مدينة القناطر الخيرية هي احدى مدن القليوبية، وبنرحب بكم في القناطر الخيرية. زي ما قلنا ان القناطر الخيرية هي احدى مدن محافظة القليوبية، بتمتاز بان بها سياحة نيلية والسياحة الثقافية اللي هي السياحة الأثرية والسياحة الترفيهية، بالإضافة إلى مجموعة الحدائق الموجودة في القناطر. هنتكلم دلوقتي عن القناطر الخيرية، والقناطر الخيرية هنا بتتمثل في قناطر محمد علي. قناطر محمد علي هي أعظم مشروع ري مائي في القرن ال19، شرع محمد علي في بنائها في القرن ال19، بالتحديد سنة 1834. استعان محمد علي بالمهندس موجل. المهندس موجل ده كان أحد المهندسين اللي قاموا بإنشاء مبنى أو حوض السفن بميناء الإسكندرية، كان معجب به محمد علي واستدعاه لتنفيذ هذا المشروع. ثم بعد ذلك استعان مرة أخرى بمهندس فرنسي آخر، وهو المهندس لينان دي بلفون، وبدأ لينان دي بلفون في التخطيط، وكان تخطيطه بيختلف عن تخطيط المهندس موجل. وفي النهاية بدأ لينان دي بلفون في أعمال بناء القناطر. القناطر زي ما قلنا ان هي جمع كلمة قنطرة، وهي الغرض منها ان مشروع ري مائي الغرض منه حجز المياه، وعلى أن تكون المياه طوال العام، وتحويل الري من ري الحياض اللي هو في فترة الشتاء إلى ري دائم طوال العام. طبعا في الفترة ديت انتشر مرض الطاعون وتوقف المشروع بعد أن شرع لينان دي بلفون اللي هو المهندس في استدعاء حوالي 1200 عامل لبناء القناطر. توقف المشروع بسبب انتشار مرض الطاعون. ثم مرة أخرى بدأ العمل في المشروع، وبالتحديد وضع حجر الأساس محمد علي في 9 أبريل سنة 1847. المشروع عبارة عن قنطرتين كبيرتين، إحداهما على فرع دمياط والآخر على فرع رشيد. فرع دمياط وبالقناطر فرع دمياط بتضم حوالي 71 فتحة، منهم 51 فتحة مفتوحة و20 فتحة مغلقة، وهويس واحد في الجهة الشرقية كمجرى ملاح. قناطر الرشيد بتضم حوالي 61 فتحة، منهم 51 فتحة مفتوحة و20 فتحة مغلقة، وبه 2 مجرى ملاحي اللي هو 2 هويس. عرض القناطر من أعلى 8.65 متر سنتي. القناطر كان يطلق عليها في الماضي هي أعظم حدائق الشرق، وخصص محمد علي مساحات واسعة من الحدائق حوالي 500 فدان لزراعتها بأنظر الأشجار في العالم. زي ما احنا عارفين ان توفى محمد علي سنة 1848، وتوقف المشروع مرة أخرى في عهد عباس حلمي الأول. كان مستكتر التكلفة اللي هي كانت وصلت في الوقت ده حوالي 1,880,000 جنيه، وقيل بعض الأقاويل بتقول ان عباس حلمي كان أشار على مهندسي المشروع باستجلاب أحجار الأهرام لتخفيف التكلفة، ولكن المهندس موجل رفض هذه الفكرة. وفي عصر سعيد باشا استؤنف مرة أخرى العمل، وعصر الخديوي إسماعيل حصل خلل في أحد الفتحات بالقناطر، مما استدعى المهندس موجل مرة أخرى من فرنسا. وكان المهندس موجل في هذا التوقيت كان وصل عمره حوالي 75 سنة، فعاده مرة أخرى وأخذ برأيه، وتم إصلاح القناطر، وتم افتتاح القناطر الخيرية في 30 سبتمبر سنة 1868، وهو العيد القومي لمحافظة القليوبية. محمد علي عندما شرع في بناء هذه القناطر كان الغرض منها هي شبه سد لحجز المياه،
بعد أن تم بناء القناطر تفرع بعد ذلك ثلاث رياحات، الرياح المنوفي والرياح البحيري والرياح التوفيقي، وذلك بعد أن حصرت المياه أمام القناطر، فبدأ إذن يزرع مساحات أوسع في الدلتا ووسط الدلتا وشرق الدلتا. قلنا الرياح التوفيقي وبيخدم منطقة شرق الدلتا، والرياح المنوفي بيخدم منطقة شرق وسط الدلتا، الرياح البحيري بيخدم منطقة غرب الدلتا. قناطر محمد علي زي ما قلنا ان هي بتمتد حوالي 3000 متر اي 3 كيلو متر، بتصل بين محافظتي الأليوبية والجيزة، طول زي ما قلنا 3000 متر، وقلنا بعرض 8 متر 65 سنتي، وقلنا ان الطراز بتاعها طراز فريد من نوعه، حيث تمتاز قناطر محمد علي بوجود مجموعة من الأبراج على القناطر. هذه الأبراج كانت تستخدم للحراسة والملاح. القناطر الخيرية هي أثر ضمن الأثار الإسلامية ومسجلة بالقرار الوزاري 181 لسنة 1989، وإحنا بندعو جميع أفراد الشعب لزيارة القناطر الخيرية، حيث تعد إن هي المزار السياحي سواء للغني أو الفقير لاستمتاع بجو القناطر وبالحدائق وبتراثنا الفريد من نوعه على مستوى العالم. احنا دلوقتي امام احد متاحف الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري، متحف الري اللي تم انشاؤه بعد بناء القناطر الخيرية، على اساس ان احنا نحط فيه نوثق الاعمال اللي تمت على مجرى النيل. كان عبارة عن صالة مصغرة، سنة 1956 تم توسع المتحف واتقسم اكتر من صالة، وتم افتتاحه بواسطة البكباشي حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية آنذاك. المتحف بيضم مجموعة من نماذج الري المختلفة، القناطر ووسائل الري من الشادوف والطنبور والساقية والري بالرش والري بالتنقيط، وفي نموذج للسد العالي، وفي كمان نموذج لترة السلام، وفي منحط اللي هو أول وزير مصري كان صاحب فكرة شك الترة. ودلوقتي هنخش نتعرف على مجموعة النماذج الموجودة في متحف الري. متحف الري بيشمل مجموعة من النماذج اللي هي بتتكلم على القناطر ووسائل الري المختلفة على مر العصور. كانت بداية طفرة وجود القناطر الخيرية في عهد محمد علي، اللي هو أمر بإنشاء القناطر علشان نقدر إن احنا نتحكم في كمية المية اللي نازلة منطقة الدلتا، لأن كانت المية قبل كده بيحصل فيضان في منطقة الدلتا وكانت بتغرق الأراضي والمساكن للمواطنين. فأمر محمد علي بإنشاء القناطر، عمل القناطر الخيرية الأولانية، كان الأول كانت اتعملت بحجارة بدون مواد اسمنت كده، فحصل فيها خلل فتوقفت فترة، وبعد كده جاء عمل القناطر الدلتا اللي هي القناطر الثانية. القناطر ديت عبارة عن 52 عين بيتحكم فيهم للتصريف، في عندنا فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد، وعندنا ريحين، الرياح التوفيقي والرياح البحيري، ده عشان نقدر نتحكم في كمية المية اللي نازلة في القناطر. أماكن عشان السفن تعدي منها، لأن طبعا كلنا نعرف أن النيل كان بيتم استخدامه في أكثر من وسيلة، يعني من ضمنها اللي هي وسيلة التجارة، فكانت بتعدي السفن من خلال المراسل الموجودة في القناطر، فكانت المركب بيجي بيخش في المجرى بتاعه. وطبعا احنا عندنا هنا هويسين، اللي هو الهويس ده احنا عندنا ليه بوابتين بنقدر ندخل المركب في ما بين الهويسين دولت، كمية المية بتبقى مية مرتفعة جدا، فاحنا بنخزن المركب في المنطقة ديت، وبعد كده نفتح بوابة نعمل انخفاض لمستوى المية عشان المية المركب ما يحصلوش هبوط مفاجئ مرة واحدة.
فبنقدر نعمل تساوي مستوى الميه وتعدي السفن من خلال الهويس. ده بالنسبه للنموذج ده. عندنا مجموعه من القناطر، قناطر اسيوط وقناطر سايسنا وقناطر فينا، في اكتر عندنا 7 قنطرات. فالنماذج اللي هنا ديت كل نموذج منهم مجسد لنوع معين من انواع القناطر. فالنموذج اللي قدام مننا ده نموذج قناطر الخيريه. هو ليه سميت ايه القنطره؟ هو كل القناطر اللي اتعملت قناطر عشان هي سدود للميه. ليه سموها قناطر خيريه؟ لان الخير فاض على منطقه الدلتا وابتدى الناس تشعر بيه، وتقريبا المدينه الوحيده اللي سميت على اسم القناطر الخيريه هي مدينه القناطر هنا. كل الاماكن يعني عندنا قناطر اسنا، قناطر اسيوط، المدينه موجوده، يعني مدينه اسيوط موجوده واتعملت القناطر، اما هنا القنطره اتعملت وبعد كده اتنشات المدينه وتسميت القناطر الخيريه على اسم القناطر هنا. ده بالنسبه النموذج القناطر الخيريه. اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني من متحف الري، وهو بيتكلم عن وسائل الري من القديم للحديث، وبنقول من خلاله ازاي الانسان كان عايش في الهضاب والجبال وبدا ينزل جنب نهر النيل ويكتشف الزراعه. واول حاجه عملها الانسان المصري القديم، من المعروف ان نهر النيل الارض منسوبها اعلى من نهر النيل، فعشان كده حاول الفلاح المصري القديم ان هو يجتهد واخترع اول حاجه اسمها الشادوف. الشادوف هو عباره عن حبل وعبارة عن إناء فخار، وهو فكرة الميزان، بيبدأ ينزل الإناء ده المية ويبدأ يرفعه علشان يروي الأرض الزراعية، بس ده كان مجهود زيادة جدا عليه، وكان بيساعده أنه هو يروي من مساحة صغيرة جدا من الأرض الزراعية، فبدأ يطور من نفسه ويكتشف حاجة اسمها الطنبور. هنيجي تاني جزء هنا، احنا قلنا اول حاجة الشادوف، تاني حاجة اسمها الطنبور. الطنبور هو عبارة عن مسمار حلزوني، بيبدأ الفلاح زي ما حضراتكم شايفين قاعد بيبدأ يعمل عملية لف للطنبورة دي علشان تنقل المية من تحت لفوق. بدأ الانسان او الفلاح المصري القديم يستقر جنب نهر النيل ويكون الاسرة ويبدأ يزرع الارض بتاعته، بس برضو بعد الشادوف والطنبورة حاول يطور من نفسه ويستخدم، جات له فكرة استخدام الدبة اللي هي الساقية. ثالث وسيلة من وسائل الري الساقية. الساقية بدأ الفلاح المصري القديم يكتشف الدبة أو يحاول يستخدم الدبة في المساعدة في الأرض، وكان ده اسمه الساقية. الساقية هي عبارة عن ترس أفقي وترس رأسي، بيتم ربط الدبة في الترس ويبدأ التاني في مجموعة من الأواني بيتم مليها بالمية ونبدأ نفرغها في المجاري المائية اللي بيعملها الفلاح علشان يروي الأرض الزراعية بتاعته، ودي تعتبر ثالث وسيلة من وسائل الري القديم. لسه داخل متحف الري في قسم وسائل الري، بدأنا نشرح وسائل الري من القديم للحديث، شرحنا الطنبور والشادوف والساقية، هنخش على الطرمبات العائمة، وهو وسيلة من وسائل الري الحديثة بنستخدمها دايما في الأماكن زي أسوان أو الفيوم، لأن منسوب الأرض الزراعية بتاعتها بيبقى أعلى بكتير قوي من نهر النيل. هي عبارة عن سفينة جواها خزان، الخزان ده بيبقى فيه مواصل بخرطوم أو ماسورة، بنبدأ نرفعها أو ننزلها على حسب منسوب نهر النيل عالي أو واطي. وبعد كده هنبدأ نشرح وسيلة حديثة من وسائل الري، وهي الري بالرش. الري بالرش وسيلة من وسائل الري الحديثة بنستخدمها في الأماكن الصحراوية، من المعروف أن الرمل المسام بتاعته واسعة جدا، فبتشرب منسوب كبير جدا من المية، علشان كده احنا بنعملها
وسيلة من وسائل طبعاً وزارة الري هدفها المحافظة على المية، فوسيلة الرش دي بتساعدنا إن أنا أدي المحصول الزراعي على قد ما هو عايز وأقدر أحافظ على المية من خلاله. اهلا وسهلا بيكم من داخل متحف الري. احنا هنتكلم عن السد العالي. احنا عارفين طبعا انه انشئ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. السد العالي هو طوله 3600 متر، عرض القاعده 980 متر، وعرض القمه 41 متر. اذا السد العالي معمول على شكل هرم، وده لانه الاشكال الهرميه من الاشكال الاكثر ثباتا. الهدف من بناء السد العالي انه احنا نحجز كميه الميه او المياه اللي بتعمل فيضان وتغرق البلد. ده كان اول هدف. والهدف الثاني ان احنا نولد طاقه كهربائيه من كميه المياه المندفعه بقوه شديده جدا من السد العالي. السد العالي فيه 6 بوابات، كل بوابه مقسومه لنفقين، بيكون عندنا 12 نفق مثبت في كل نفق فيهم توربينه. التوربينات دي هي مسؤوله عن توليد الكهرباء من السد العالي عن طريق قوه اندفاع المياه. بتنحدر من التوربينه في طاقه بتسمى طاقه وضع، ثم تحول لطاقه حركيه، ثم لطاقه كهرومائيه. من هنا احنا بناخد الكهرباء من السد العالي. خلف السد العالي في اكبر بحيره صناعيه اللي هي بحيره ناصر، طولها 500 كيلو متر. عندنا في مصر موجود 350 كيلو متر، وفي السودان موجود 150 كيلو متر باقيين. البحيره دي بحيره صناعيه، احنا حفرينها طبعا بايد المصريين علشان نخزن فيها الميه اللي كانت فائض وبتعمل الفيضان تغرق البلاد. حوشنا فيها الميه ولكن كانت بتفيض منها ميه زياده، فاستغلناها وعملنا منها مشروع بيسمى مشروع توشكا. تاني نموذج معانا هو صحارة قناة السويس. الصحارة هي بتعتبر وسيلة من وسائل الري، فايدتها ان هي بتنقل مية عذبة من تحت مية مالحة. الصحارة هي عبارة عن مجموعة أنفاق بتنقل مية من ترعة السلام الموجودة في غرب قناة السويس، بتنقلها لترعة تانية اسمها ترعة الشيخ جابر الصباح الموجودة في شرق قناة السويس. الهدف من ترعة من نقل المية ان احنا بنروي الأراضي الزراعية الموجودة في أرض سيناء. النموذج اللي قدامنا هي محطة كهرباء شمال القاهرة. طبعا محطة كهرباء شمال القاهرة النموذج بتاعها موجود في متحف الري، لان كان في زمان حاجة اسمها وزارة الأشغال العمومية، كانت تشمل حاليا 3 وزارات، وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء، كانوا كلهم وزارة واحدة بس. فهي موجودة معانا هنا لان هي كانت من ضمن وزارة الأشغال العمومية اللي كانت تابعة ليها وزارة الري والموارد المائية. احنا هنا داخل القاعة، القاعة دي حضراتكم احنا داخل متحف الري. زي ما شرحنا وسائل الري، احنا المتحف ده جميل في حاجة انه بيجمع ما بين الماضي والحاضر. احنا عندنا هنا مجموعة من اللوحات، في منها القديم وفي منها الحديث. القديم زي القناطر، زي السد العالي، زي لوحة جدارية بتشرح تحالف قوى الشعب، فيها الجندي رمز الحماية، فيها الست المصرية رمز التربية، فيها الفلاح المصري رمز الزراعة، فيها النسر رمز القوة، فيها الترس المصنع رمز الصناعة. فإحنا بنقول إن المجتمع كله لازم يتحالف مع بعضه علشان نقدر نطلع إنتاج كويس. عندي مجموعة من اللوحات من حوالي 4 سنين، مجموعة من الفنانين كانوا عاملين يوم في حب القناطر الخيرية، تمام. هي مجموعة من اللوحات بيشرحوا من خلالها رؤيتهم الجميلة للقناطر، مدى حبهم للقناطر والجناين، الأشجار النادرة. من المعروف طبعا أن محمد علي كان بيطلق على القناطر الخيرية حدائق الشرق، فعشان كده كان جايب مجموعة من النباتات النادرة زي ما حضراتكم شفتوا في الحدائق، وكل فنان رسمها من المنظور. في منهم رسموا على أساس أن مصر تعتبر هي ست جميلة، لابسة الحلية بتاعها على شكل أهرامات، القلادة بتاعتها هي العيون بتاعة القناطر الخيرية، جمع ما بين حب مصر وحب القناطر الخيرية. وحب من خلال حضراتكم أن أنا أوجه رسالة لكل الناس اللي شايفيننا أن هي تيجي تشرفنا علشان تشوف المتحف بتاعنا. المتحف بتاعنا معمول فيه مجهودات حلوة جدا، من خلالها عايزين نوصل أن مصر فيها أماكن حلوة جدا ممكن أن هم يستمتعوا فيها، ومنها تبقى رحلة طرف
ترفيهية في الجناين وثقافية للأولاد علشان يعرفوا تاريخهم، يعرفوا ليه احنا دايما بنقول حافظ عليها تلاقيها، نقطة مية تساوي حياة. عايزينهم يبدأوا يستخدموا المية بشكل سليم، لأن احنا مش احنا الدولة بس المشتركة فيها، احنا 10 دول من خلالكم بنقول ان المتحف بتاعنا بيجي لنا مدارس كتير جدا علشان نعمل الثقافة التعليمية، ثقافة القناطر بتعمل ايه، وسائل الري بتعمل ايه، ايه اهمية نهر النيل، احنا ليه لازم ان احنا نحافظ على المية، ليه نحافظ عليها، ليه ما نلوثهاش، علشان عايزين مصر تبقى جميلة. لو احنا عايزين نبقى بصحة كويسة يبقى لازم نحافظ على المية.